بسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. حقا يا أحبائي إنه يوم فرح. هذا المساء المبارك مساء تجليس سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا بضابة أسقفا لإبراشية نجا حمادي وكل توابعها، إلا أنا أحد أبناء هذه الإبراشية وأتشرف بهذا. أهنئك يا سيدنا الحبيب بهذا الشعب المحب، شعب إبراشية نجا حمادي وكل توابعها، هذا الشعب الطيب، وأهنئ شعب نجا حمادي بهذا الاختيار السمائي. نشكر ربنا على هذا أحبائي. أشكر طبعا سيدنا الحبيب قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني على هذا الاختيار اللي أرشده لي ربنا. فعلا ده زي ما قال سيدنا الحبيب أنبا يؤنس، ده نتيجة صلوات الكل إن ربنا أرشد قداسة البابا لهذا الاختيار. الحقيقة أنا ما كنتش أعرف نيافتك قبل كده، ولكن أقول يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي، يكفيني النظر إلى وجهك فأرى فيك الاتضاع الحقيقي، متشبها بسيدك اللي قال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. لا أنسى أحبائي من باب الوفاء، أبينا الحبيب طيب الذكر المتنيح نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس اللي هو خدم الإبرشية لمدة 45 سنة متكاملة، لم يكل ولم يمل، وياما تعب وياما سافر وياما جاهد في سبيل رفعة هذه الإبرشية. فأنت خير خلف لخير سلف. ومما زاد فرحتنا يا أحبائي أن ربنا اختار ليك اسم بضابة، هذا الاسم الغالي علينا كلنا، لأن احنا في إبرشية بها دير القديس العظيم الشهيد الأنبا بضابة. فعلا يا أحبائي ما فيش شك يا أحبائي أن الأسقف هو راعي، وكلنا كأساقفة بنتشبه بالراعي الصالح ربنا يسوع المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كلجنة بابوية نيافة الحبر الجليل أنبا بيمن مطران نجادة وجوس وكل توابعها، وسيدنا الحبيب أنبا يؤنس مطران أسيوط وكل توابعها وضعفي، إن كنا خدمنا هذه الإبرشية كلجنة بابوية نتمنى إن احنا نكون يعني أدينا على قدر ما أعطانا ربنا من قوة، وسامحونا إن كنا قصرنا في حاجة يعني. وأهنئكم على هذا الاختيار السمائي، ربنا يخليكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.